السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الألاف خرجوا من قرية مئات الديبة التابعة لمركز قلين في محافظة كفر الشيخ لتشييع جثمان الشاب الخامس في حادث معدية نكلة في من أبناء محافظة كفر الشيخ من مئات الديبة. هؤلاء هو مشهد جنائزي مهيب يحضره الآلاف والآلاف من أبناء القرية في مشهد جنازي لتوديع الشاب محمود إبراهيم أبو عامر إلى مسواه الأخير. هؤلاء خرجوا إن لله وإن إليه راجعون. مشهد جنائزي مهيب يحضره الآلاف والآلاف من أبناء القرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين في محافظة كفر الشيخ. هنا طبعا يودع كما ودعوا أول أمس 4 جسامين لشباب آخرين قد وراهم الصرى في مقابر الأسرة في مقابر الأسرة في قرية ميت الديبة. إن لله وإنا إليه راجعون. الآن يعني بعد دقائق معدودة سيصل لجثمان الشاب محمود إبراهيم أبو عامر أحد ضحايا حادث معدية نكلة الذي لقى مسرحه ضمن 8 شباب قد لقوا مسرحه كانوا يسعون شهداء لقمة العيش أثناء استقلالهم إحدى المعديات في منطقة منشأة القناطر هنا في محافظة الجيزة. والآن هو يعود الجثمان الخامس وتبقى 3 جسامين ما زالوا فرق الإنقاذ والغواصين يبذلون أقصى جهدهم لإنقاذ 3 شباب آخرين. اللهم أخرجهم من باطن المياه، اللهم اخرجهم من باطن المياه، اللهم ردهم الى اهلهم وان يعودوا الى كي يدفنوا في مسقط راسهم. هذا هو المشهد الجنائزي المهيب الذي يحضره الالاف والالاف من ابناء القريه والقرى المجاوره بل من ابناء المحافظه. مشهد جنائزي يودع فيه هؤلاء الجثمان الشاب الخامس محمود ابراهيم ابو عامر. اللهم ارخي الصبر والسلوان على قلوب ذويهم وارحمهم واجعلهم في جنة الخلد وتقبلهم فيما من عندك يا الله. اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم وتقبلهم فيما من عندك وتجاوز عن سيئاتهم. مشهد جنائزي مهيب يحضره الآلاف. اللهم اجعل سعيهم على أرزاقهم في ميزان حسناتهم. اللهم اجعل سعيهم على أرزاقهم في ميزان حسناتهم. مشهد جنائزي يحضره الآلاف والآلاف والآلاف لتوديع الشاب محمود إبراهيم أبو عامر 5 جسامين حادث معدية نكلة بمنشأة القناطر بالجيزة في مسقط رأسه بقرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين في محافظة كفر الشيخ. يعني سيشيع بعد قليل ويصل جثمانه ليوارى الصلاة في مقابر الأسرة ويتبقى 3 شباب ضحايا من أبناء قرية ميت الديبة. الله يبذل رجال الأنقاذ والغواصين أقصى ما لديهم لاستخراجهم. اللهم اخرجهم من ظلمات الماء، اللهم اخرجهم من ظلمات الماء وردهم إلى قراهم. اللهم اخرجهم من ظلمات الماء وردهم إلى قراهم. هذا الحادث كان هناك 11 شاب قد خرجوا للعمل في إحدى الشركات وعند استقلالهم يعني يوم السبت الماضي إحدى المعديات للاستقلال الاستقلال المعدية والمرور بها من أحد أفرع النيل نهر النيل إلا أنه فوجئ بانقلابها وأدت إلى مصرع 8 شباب منهم وتم إنقاذ 3 منهم وهم جميعا من قرية مئات الديبة. هنا يقف الآلاف من المشيعون لتوديع جثمان شاب قد تزوج منذ شهور يعني وترك زوجها وترك أسرة كما كان في 4 جسامين تم تشيعهم أول أمس. هم منهم من وحيد أسرته ومنهم من كان هو العائل الوحيد لأمي وأشقائي. هؤلاء سعوا إلى لقمة العيش، هؤلاء خرجوا من هنا إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. هنا مشهد جنائزي مهيب يحضره الآلاف والآلاف. هنا مشهد جنائزي في انتظار تشييع جثمان الشاب محمود إبراهيم أبو عامر محمود إبراهيم هو الشاب الخامس من ضمن الجسامين 8 الذي قد يعني قد غرقوا في حادث معدية نكلة في منشأة القناطر بمنطقة الجيزة. هم من أبناء قرية مئات الديبة التابعة لمركز قلين في محافظة كفر الشيخ. اللهم ارحم اللهم الجميع الآن ينتظر وصول جثمان محمود إبراهيم.
الجميع ينتظر وصول محمود عثمان محمود إبراهيم أبو عامر إلى مسقط رأس قرية بيت الديبة. والآن لحظات ويصل جثمان محمود إبراهيم أبو عامر إلى قرية ميت الديبة التابعة لمركز قليين في محافظة كفر الشيخ. الألاف هؤلاء جاءوا لتشييع جثمان الخامس ويتضرعون لله سبحانه وتعالى أن يخرج الثلاث شباب الآخرين من ظلمات وقاع فرع نهر النيل في منطقة الجيزة. الآن طبعا نحن ننتظر وصول الجثمان من محافظة الجيزة أن يصل إلى مسقط رأسه في قرية مئة الديبة التابعة لمركز قلين. اللهم اخرجهم من ظلمات الماء، اللهم اخرجهم من ظلمات الماء، اللهم اخرجهم من ظلمات الماء. فليدعو الجميع أن يخرجهم من ظلمات الماء. اللهم اخرجهم من ظلمات الماء، اللهم ردهم إلى أهلهم. فأنت قادر على كل شيء، اللهم أنت قادر على كل شيء. اللهم أنت السميع المجيب، سميع الدعوات. اللهم اخرجهم من ظلمات الماء. فهناك ثلاثة شباب ما زالوا يبذل الغواصين وقوات الإنقاذ النهري يعني أقصى ما لديهم لاستخراج جثمانهم من ظلمات من قاع أحد أفرع نهر النيل في منطقة منشأة القناطر في الجيزة. هذا هو المشهد الجنائزي المهيب. نحن ننتظر وصول الجثمان إلى مسقط رأسه بقرية مديبة. اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم. الآن يعني سيتم تشييع جنازة الشاب محمود إبراهيم أبو عامر. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم. إنهم كانوا يسعون على لقمة عيشهم وأرزقهم ومعونة أسرهم. وادخلهم فسيح جناتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم ارحمهم وارزق. اللهم اجعلهم باب رحمة ومغفرة لذوين بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اجعلهم باب مغفرة ورحمة لهم ولأنفسهم ولذويهم يا أرحم الراحمين يا الله. يا أرحم الراحمين. يعني ننتظر وصول جثمان الشاب الخامس ضمن ضحايا 8 شباب في قرية مئة الديبة التابعة لمركز قليين ليصل إلى مسقط رأسه في وينتظره الآلاف من المشيعين من أبناء قريته والقرى المجاورة لقرية مئة الديبة. وعدد من المراكز المجاورة جاءوا لتشييع جثمان الشاب الخامس. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته. يعني هذا المشهد قد تكرر أول أمس عندما كانوا شيعون 4 ضحايا آخرين من خيرة شباب هذه القرية. واليوم يتكرر مرة أخرى في تشييع جثمان الخامس. اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ قد بذل اتصالات مدنية وأحد أعضاء مجلس النواب وكذلك مدير أمن كفر الشيخ ومدير أمن الجيزة وتنسيق على مدار الساعة من أجل أن يستخرجوا باقي جثمين الشباب 3 شباب. وبالفعل تم اليوم انتشال جثمان محمود إبراهيم أبو عامر رحمة الله عليه. اللهم تغمده بفسيح جنتك وادخله جنة الخلد يا أرحم الراحمين واجعله شفيعا له والأهله يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اجعله شفيعا له والأهله يا أرحم الراحمين يا الله.